طيب هلا بدنا نحل مثال على السيكات ميثود. اخذنا ثيوري، خلينا نطبق على الثيوري. نشوف هذا المثال، معطيني f x equal e to the power minus x minus x. find the root of the function using secant method with، معطيني هلا بتلاحظ two initial guesses، معطيني x minus 1 شو هي؟ equal 0. معطيني ال x naught اللي هي 1، x minus 1 اللي هي كانت x i minus 1، وهاي اللي هي كانت شو؟ x i. فمعطيني two initial guesses اللي هي 0 و 1، ومعطيني ال acceptance error 1%. كتبت هنا القانون اللي راح نستخدمه، قانون السيكات ميثود، وعملت هذا الجدول. مرة تانية بحكي انت حر كيف، شو اللي بريحك كيف تساوي الجدول الى اخره، بس انا بحط فيه دائما الشغلات او الباراميترز اللي موجودة بالقانون، بحطهم بشكل مفصل. عندي x i minus 1، عندي f ال x i minus 1 بتفيدني هون x i، و f ال x i برضه بتفيدني من خلال اخر شيء بطلع ال x i plus 1. طب نشوف، نبلش x i minus 1 معطيني اياه اول وحدة كم؟ 0، so it's 0 تمام؟ خلينا بس، ايوه تمام. هلا بدي اطلع الاف اكس مع اي ماينس 1، وين بعوضها؟ بعوضها في الاقتران اللي هو اي قوه ماينس اكس، بعوض اي قوه 0 ماينس 0 بتطلع معي 1، اذا 1. شو الاكس اي؟ الاكس اي اللي هي 1. شو اف الاكس اي؟ بعوض 1، اي قوه ماينس 1 ماينس 1 بيطلع معي ماينس، يعني رقم شوي كبير، فبحط ماينس 0.63212 تمام؟ هلا من خلال هذا الاشي شو بطلع؟ اكس اي بلس 1. بتلاحظوا هون اللي بيفرق عن نيوتن رافسون ميثود انه ما في مشتقه تمام؟ هاي هي طريقه السيكنت ميثود. فباجي بعوض، هلا اكس اي كانت 1، هلا باجي بعوض هاي 1 ناقص، بدي بسطع مقام f ال x i، شو طلعت معي؟ هي اللي هي minus 0.63212 ضرب، بفتح قوس x i minus 1 اللي هي 0 minus x i اللي هي 1، بنزل بدي f x i minus 1 اللي هي 1 ناقص f ال x i اللي هي، عفوا f ال x i اللي هي minus 0.63212، بيطلع معي 0.61270 تمام؟ هاي هي الـ xi plus 1. في عندي acceptance error، acceptance error لأول iteration هي بين الـ xi plus 1 ومين؟ والـ xi تمام؟ فباجي بطلع هلا اللي هي، أنا عفوا كنت أحكي عنها acceptance error، هي اللي relative approximation error تمام؟ 0.6127 minus قديش كانت الـ xi؟ هي 1 over 0.6127 multiply by 100 بيطلع معي طبعا absolute value 363.2%. هلا اللي كانت xi بأول iteration هي xi minus 1، واللي كانت xi plus 1 هون حتصير هون xi اللي هي 0.6127 تمام؟ قديش اف ال xi minus 1 اللي هي 1؟ بعوض 1 هناك، طبعا عوضتها قبل شوي هون طلعت معي minus 0.63212، يعني طلع ما عليه غير تجيب هذا الرقم تحطه هون، والاف ال xi اللي كان هون هو نفسه حيكون اف ال xi minus 1 بالايش؟ الايتريشن الثانيه، فبحطه هون، هذا بحط هذا هلا، وهلا بدي اوجد شو؟ صوره ال 0.6127. باجي بحكي من الاقتران اي قوه minus 0.6127 minus 0.6127 بيطلع معي الاف الاكس اي اللي هي minus 0.07081 تمام؟ minus 0.07081. هلا هاي هي الاف الاكس اي، هلا باجي بعوض بالاقتران، عفوا بالقانون، بعوض عشان اوجد الاكس اي بلس 1. شو الاكس اي؟ هيها 0.6127 minus، شو اف ال اكس اي؟ هيها ماينس 0.07081 ضرب، بفتح قوس اكس اي ماينس 1 وينها؟ هيها الاكس اي ماينس 1 اللي هي 1 ناقص اكس اي اللي هي 0.6127، بنزل تحت اف ال اكس اي ماينس 1 اللي هي ماينس 0.63212 ماينس اف ال اكس اي اللي هي ماينس 0.07081، بيطلع معي 0.563 8 4
تمام. هلا بدي اعرف شو الريليتيف ابروكسيميشن له بين هاي واللي فوقيها. خلص هلا بتصير من هون وهون 0.56384 - 0.61274 multiplied by 100 بيطلع معي 8.67%. هلا لسه بدنا يكون اقل من 1%، فباجي شو حكينا؟ اللي كان xi حيصير xi minus 1. وشو صورته؟ كانت صورته من عند الاف الاكس اي، بنزله اف اكس اي minus 1. هلا مين الاكس اي؟ اللي هو اكس اي بلس 1 اخر واحد، اللي هو 0.56384. شو صورته؟ بطلعه. كان اي قوة ماينس قديش كان هو 0.56384 ماينس 0.56384 بيطلع معي صورته يعني تقريبا 0.00518 تمام 0.00518 تمام. هلا انا طلعت لازم اطلع اكس اي بلس 1 على القانون، يعني فيش اشي جديد، بس اللهم بدك تكون دقيق بكتابة الارقام. ماينس حطيت الاكس اي، هلا ماينس اف الاكس اي اللي هي 0.00518 ضرب افتح قوس بدي اكس اي ماينس 1 اللي هي 0.6127 ماينس الاكس اي اللي هي 0.56384 بنزل تحت بدي اف اكس اي ماينس 1 اللي هي ماينس 0.07081 ماينس اف الاكس اي اللي هي 0.00518 تطلع معي تساوي 0.56717 تمام. هلا باجي بطلع relative approximation error اشوف هل راح يكون اقل من acceptance error ولا لا. بيطلع معي 0.56717 minus 0.56384 over 0.56717 equal multiply by 100 it's equal 0.58 percent and it's less than 1%. So the root of this function هذا هو. then xr شو يساوي 0.56717 تمام. وهيك بكون طلعنا الروت لهذا الاقتران على السيكند ميثود.